هلا بالنسبة للدي بالدي عمالنا بنحاول نطلع ايش رح يصير مستقبلا، فاحنا عم نطلع على الايرور، الايرور الحالي او الريت اوف تشينج اوف ايرور، فعمالنا نطلع على دي اي اوف تي از ا فانكشن اوف تايم. ليش بهمني اطلع على الايرور؟ هل الايرور عم بزيد ولا الايرور عم بنقص؟ اذا الايرور عم بزيد معناها شو في؟ في عندنا مشكلة مش هيك؟ يعني اذا احنا بنطلع على الايرور بنلاقي الايرور عماله بزيد مع الزمن، عم بزيد مع الزمن معناها في مشكلة مضبوط؟ نقدر نعمل شيء، هل نقدر نعمل شيء يحاول يخفف منها او يوقفها؟ هذا هو هدف مين؟ هدف الدي. ولذلك الدي يستعمل عادة إذا عندي اوفر شوت وبدي أخفف الاوفر شوت وأقدر أزيد قيمة كي بدون ما يزيد الاوفر شوت بإمكاني أستعمل الدي، إذا هذا يوست عادة هون الدي هو يعني بعض التفكير أو بنحاول التعبير عنها كأنها بتطلع على الفيوتشر ايرور، إذا أنا عمالي بطلع على شيء عماله بزيد الايرور ما له بزيد وذ تايم، معناها بدي احاول اعمل شيء اخفف من السيجنال اللي موجوده، اذا الدي بيساعدنا ريديوس بيساعدني اني اخفف الاوفر شوت، فبامكاني على بامكاني ازيد كي شوي او على نفس كي بامكاني اخفف الاوفر شوت باستعمال الدي، اوكي ماشي واضح؟ ويستخدم عيانا لكن يعني اللي شائع جدا في كثير من خصوصا الدرايف سيستمز مثلا انظمه الدرايفز البي اي، البي اي كنترولر منتشر جدا، في بعض التطبيقات بنستخدم البي اي. دكتور مش الدي عندنا مشكلة في انه دائما النويز بعمل الايدنتيفيكيشن تمام، مشكلة الدي أحد مشاكل الدي ولذلك في تطبيقات مختلفة في امبلمنتيشنز مختلفة للدي اي دي. احنا عادة مشكلتنا إذا بنحط هون دي على دي تي للسيجنال، إيش مشكلة هذا البلوك؟ السيجنال تتفقد بسرعة. تمام، أو إذا فيها نويز، يعني شوف لو انا دخلت عليه بيور ساينوسويد بيور ساينوسويد ساينوسويد نظيفه تماما شو بيطلع معي؟ ساين بيطلع كمان ساين بس شفت باي 90 ديجريز مش هيك الساين بتصير كوساين ما فيش مشكله لكن لو هاي الساين في عليها هاي فريكونسي سيجنال مركب عليها شو بيطلع معي الاوتبوت؟ مع ايش بتناسب؟ هلا هاي كانت الكومبوننتس الفريكونسي هلا احنا اذا جينا اشتقينا دي ساين اوميجا تي دي تي اذا بشتق الساين ايش بعطيني؟ كوساين بس ايش اوميجا؟ لانه هاي بالنسبه للتي مش بالنسبه لاوميجا تي شو راح يعطيني؟ راح يعطيني اوميجا كوساين اوميجا تي اذا لما بشتق بايش بضرب؟ بضرب الفريكونسي لما بكامل بقسم على الفريكونسي بالنسبه للزمن طبعا مش بالنسبه للثيتا عشان جماعه الباور الكترونكس ما تتلخبطوش احنا هون عم بشتق بالنسبه لمين؟ للتايم بالنسبه للتايم لما بشتق بالنسبه للتايم لازم اضرب في اوميجا لان عم بشتق بالنسبه لمين؟ لو اني بشتق بالنسبه للثيتا اوميجا تي كان ما بضرب في اوميجا او بقسم على اوميجا ماشي واضح فاهمين؟ لكن انا هون عم بشتق بالنسبه لتي لما بشتق بالنسبه لتي لازم اضرب في اوميجا اذا اي فريكونسي عاليه لما بشتقها بايش رح تتضخم؟ بنسبة ايش؟ الفريكونسي اللي فيها، فالمشكلة هون هذا رح يطلع معي نويز هذا، المشكلة كان رغم انه النويز صغير بس الفريكونسي تبعته ولذلك عادة في الدي كنترول بنحاول نتجنب في الدي كنترولر اني اشتق او اني استعمل الامبلمنتيشن هاي، لانه هون لو بدي ابني الدي كنترولر ايش رح اعمل؟ ايش رح اضيف؟ رح نضيف كمان هون اس تي دي اس ورح اجمعهم كمان دكتور انا دائما بشوف انه بالبي اي دي قبل الدي بكون حاطين لو باس فلتر عشان تمام عشان يشيل تمام ممتاز اوكي ممتاز فانت بتشوف انه هون قبل هاي بكون حاطط لو باس فلتر عشان يشيل الهاي فريكونسي نويز وبعدين يعمل له انتجريشن وفي امبلمنتيشنز كثيره هذا الامبلمنتيشن احد الامبلمنتيشنز تبعت البي اي دي في طرق بتنعمل خصوصي عشان تتجنب النويز اللي بيجي فيه الدي هلا ملاحظين ايش صارت الترانسفير فانكشن الان صار عندي هذا الجزء وهذا الجزء هذا شو بضيف لي؟ وضيف لي اظن بول وتو زيروز الكل البي اي دي كل البي اي دي بتطلع كيف البي اي دي بضيف بول وتو زيروز لاحظوا هون كمان شو عملنا خلينا ايش؟ كي برا كي برا فبتصير عندي هلا الترانسفير فانكشن تبعت البي اي دي بتساوي
احنا هون عملنا هذا زائد هذا زائد هذا راح يكون عندي 1 زائد تي دي اس زائد 1 على تي اي اس. مظبوط؟ مش هاي ترانسفير فانكشن؟ بدنا نحاول نطلع المقام هون نخليه كله تي اي اس تحت، ففوق راح يصير عندي تي اي اس، طبعا هون كي يعني زائد هون راح يصير عندي تي دي تي اي اس سكوير زائد 1. مظبوط؟ هلا اذا بتطلع على هاي وهي مضروبه كلها في كي، هاي ايش ضافت لي للترانسفير فانكشن؟ بول. وين البول؟ في الاوريجن انتجريتر. بس ايش ضافت لي كمان هذول؟ تو زيروز. هلا تو زيروز ممكن يكونوا كومبلكس ممكن يكونوا ريل، يعني ممكن البي اي دي كنترولر تضيف لي هيك تي زيروز هيك، وممكن البي اي دي تضيف لي هاد تو ريل زيروز حسب القيم تبع تي اي وتي دي. اوكي ماشي واضح. شو بدي اضيف لهاي البولز تبعهم؟ البلانت، وبعدين نعمل الروت لوكس. تقدر تصمم الروت لوكس، وهلا صار الروت لوكس سهل اني اعمله وين؟ بالماتلاب. سهل جدا ترسم الروت لوكس بالماتلاب، وبعدين حتى تحط على مناطق معينه تحط الخطوط اللي بتعطيك زيتا. بس احنا بالامتحان بنمتحنكم ترسموا بايدك، هلا ما في حاجه ترسموا بايدك. شو بتعمل؟ بتجيب الترانسفير فانكشن، بتدخل الترانسفير فانكشن على الماتلاب، بتعمل بلوكينج للروت لوكس، ببين معك الروت لوكس، بتشوف وين زيتا اللي مطلوبه للدوميننت بولز. مش هيك؟ متذكرين فكره الدوميننت بولز؟ اللي هم بيحددوا البيهيفير تبع السيستم، رغم انه السيستم ثيرد اوردر او فورث اوردر، التو دوميننت بولز هم اللي بيحددوا البيهيفير تبع السيستم. وبختار قيمه كي، وين برجع بحط قيمه كي؟ برجع بحطه بنفس الطريقه. وهذه ميزه هاي الارينجمنت، ميزه هاي الارينجمنت جاهزه للروت لوكس، لانه كي عندي هون جاهز. وين اللي بغيره الان؟ بعد ما اثبت تي اي وتي دي بغير كي، ولما تصير غير كي بصير يتحرك عند الروت لوكس وبلاقي المكان اللي بدي اروح عليه. ماشي؟ اوكي اطفي يعني.